موضوع اصلاح دورات المياه الموجوده في المنطقه. مش معقول انا تابع للوزاره، واخد بالك، وتابع تابع لوزاره وتابع لمكان كده بتاع اثري بتبع وزاره، وانا لسه بنعتمد على ليه؟ على المجهود الذاتي، ان انا نجيب واحد سباك من بره يصلح لي بكذا، نعتمد على التبرعات في حاجات معينه اذا كان تبع الجامع او تبع كذا او تبع كذا، ايه الظروف؟ لان انت عارف حضرتك الظروف اللي بمر بها الوزاره كمناحي ماليه.